ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو حماسي. قبل ما الفيديو تنسوش اللايك والشير والقناه والمشتركين وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تكتبوا لنا كومنتات كتيره حلوه. ولا بيكتبوا كومنتات ولا بيحطوا لايك. يا ستي هحط ان شاء الله. يا جماعه حطوا لايك للفيديو، شوفونا عشان تجربتنا النهارده حماسيه مو. جماعه النهارده هنجرب اغرب حاجات في الرنجه والفسيخ معموله دلوقتي. بالظبط. زائد طبعا رنجه وفسيخ عاديين، لان انا قلوبنا كده عايزين ناكل. بص يا جماعه احنا عامله دايت. اروح للدكتور النهارده ولا عندي دكتور؟ الدكتور هيقول لي ايه؟ بس احنا هنموت وناكل، احنا نفسنا في فسيخ ولا نفسنا في رنجه؟ يا ترى الدكتور هيقول لي ايه النهارده بعد ما اروح اقول له انا اكلت فسيخ ورنجه النهارده؟ ترى هنعيش اصلا لحد بالليل؟ بصوا اه يا لبنى عندها برد، انا قلت لها بلاش يا لبنى. انا مش فارق معايا البرد، انا فارق معايا الملح. شفتوا؟ بس انا نفسي اكل رنجه. انا قلت لها اقسم بالله بلاش، هي اللي اقترحت الفكره دي وانا قلت لها بلاش بلاش. لا انا هاكل رنجه النهارده لحد ما اشبع. ومع الحظ السيء كمان ان احنا بعد ما وصلنا المكان المايك مش راضي يشتغل، فانتوا هتستحملوا بقى الصوت كده. بصوا المايكات، المهم ان انتوا كانوا سامعين وشايفين وشاهدين على هذه الجريمه اللي حبينا نوثقها معاكم. بالظبط، فسامحونا يا جماعه الصوت اللي فيه وش، سامحونا سامحونا. المهم احنا قلنا ان الموضوع يبقى بره البيت، في نفس الوقت نجرب حاجه جديده غريبه، وفي نفس الوقت ناكل براحتنا، محدش يعرف احنا عملنا ايه، هيعرف الفيديو ايه ده؟ يا جماعه اول ما حاجه تيجي يا جماعه ده فعل جميل قوي. الصلاه على النبي. اول ما الحاجه تيجي هوريها لكم واوريكم كل اللي احنا طلبناه واقول لكم ده ايه وده ايه وده ايه، ونشوف بقى مع بعض. هو قال لك ما فيش بصل؟ ما فيش بصل اخضر. ده انا بعت جايبه امبارح بصل اخضر قد كده. قال لي مش الموسم بتاعه. امال الموسم بتاعك انت جبت معايا؟ قال لي ما فيش بصل اخضر عشان مش الموسم بتاعه، فهيحط لنا بصل احمر. مش مشكله. المهم يلا بينا، اول ما الاكل يجي هوريه لكم. بس حطوا لايك للفيديو، حطوا لايك لايك لايك. بص دي اول حاجه نزلت اهي، طلبنا رنجه بالمانجا. اول مره ادوق رنجه بالمانجا. اللي هي دي قطعه مانجا دي صح؟ رنجه بالمانجا تمام. وده فسيخ ناتشوز، فسيخ ناتشوز. وده رنج عادية. دي رنج عادية. دي رنج عادية اللي احنا عارفينها عادي. ده سردين. سردين؟ بسارية. بسارية بسارية. البسارية دي أصغر سمكة بتتملح وبتتعمل كده بالطريقة دي. وده ليمون وفلفل سبايسي طبعا. طبعا هنا طماطم على بصل. بصل ده خضار مشكل يعني، بيبقى بصل وفلفل وليمون وطماطم. دي بطاطس محمرة. لسه باقي الحاجة اللي جاية بقى. حتى البطاطس تعملها فسيخ. عشان هما بيقلوا في الزيت ده حاجات تانية. بيقلوا فيها اللي هي الحاجات اللي هي السندوتشات. اوريكم يا جماعه دلوقتي السندوتشات اللي هتيجي كده. اغرب حاجه موجوده معانا اللي هي الرنجه بالمانجا والناتشوز فسيخ والبساريه دي لاصحابنا طبعا العرب، هم اكيد شافوا الفسيخ والرنجه بس ما شافوش البساريه. العيش اهو، ده سندوتش ايه؟ نسيت اسم. رنجه بايتس. بصوا ده رنجه بايتس شايفين؟ دي الطحينه. احنا قاعدين في ورنيت فسيخ هنموت بعدها. مش عارفه هنعمل ايه بعد كده بصراحه بالوليمه دي. هنعمل ايه؟ هناكل بقى. انا الرنجه دي ممكن تزودني 2 كيلو عشان الملح. انا النهارده برضه ليلتي طويله، مش مشكله يوم. بصوا هي كده كده هي اللي صممت يا جماعه. الصراحه الاكل شكله جامد. بصوا ولا ريحه بقى ولا اي حاجه. وعلى فكره مفيش ريحه. مفيش ريحه ودي غريبه. ودخلت جوه المحل نفسه مفيش ريحه. فدي حاجه غريبه. وبس في دبان، لان احنا كده كده قاعدين اول دور، ففي دبان يعني. فدي حاجه مش بايدينا ومش بايديهم. اوكي اصبروا اوريكم الساندوتش لما يجي. اخر ساندوتش كنا طالبينه بطارخ كريسبي. بطارخ كريسبي معهم عاملينها كده يعني، قالينا حطينا في الدقيق وكده وعاملينها برجر. بصوا شكله اهو كده. ده كل الاكل اللي احنا طالبينه. وفي فسيخ ناقص، في طبق فسيخ ناقص. نقول له خلاص مش مهم. ليه؟ هو ده فسيخ عادي؟ مش انا مش عارفه ده مش فسيخ عادي ولا ده فسيخ عادي. طب يا جماعه عامه احنا في طبق فسيخ لسه ناقص، فخلونا ندوق لحد ما طبق الفسيخ يجي ونبقى نوريه لكم على طول. يلا بينا يا جماعه. اول حاجه هنجربها هي الناتشوز. فسيخ بالناتشوز. مش عارفين بقى هل في صوص جوه الفسيخ ولا لا؟ انا ما بحبش الفسيخ، ومش عارفه بقى الجلافز. الجلافز خد هندوق من غير الجلافز. هل اخد جلافز؟ بصوا هو في شوك وسكاكين وكده، بس الشوك والسكاكين دي مش بتاعتنا. عشان ايه؟ عشان ما نغسلش ايدينا. لا وريحه تزهق. تفضل في ايدينا. الجلافز ده مقطوع. طب هنجيب واحد. هل بالظبط حد ما يجي اقول له انا عايز جلافز؟ هو اصلا الجلافز ده جلافز كبير. بقول لك ايه، معلش ممكن تجيب لي جلافز بس عشان الجلافز التاني مقطوع؟ هو
واقف كويس. طب احنا ممكن ندوب الشوكه ليه؟ لازم ندوب ايدينا؟ لا خد الشوكه اهي. لا اكيد مش هنحط ايدينا جوه. شكرا بصراحه الناس هنا زي بصراحه بس انا محترمين جدا. بصوا يا جماعه هو اصولا ودي ايه سلطه يعني ده كده دي سلطه ماشي فسيخ وفلفل هاليبينو وفلفل عادي وبصل وبصل وطماطم. اصبري اجيب الشوكه كده برضه احط وطماطم سلطه الفسيخ يا جدعان عاديه يعني بصل زي ما قلت لكم وفلفل اخضر وطماطم وفلفل اهاليبينو بس وفيها زيت تقريبا ومش عارفه بقى معاها ايه تاني من تحت. عموما احنا يلا ندوق. هناخد فسيخ كده بس انا اول مره اشوف هاليبينو على الفسيخ بصراحه وهاليبينو وطماطم وفلفل كل حاجه بسم الله. مفيش حته الفسيخ صغننه معانا تشوف ليه مكبرين حته الفسيخ كده؟ طبعا الفسيخ لوحده جامد طبعا. تسلم ايدك كبيره قوي احنا ما عايز اقطعها. سلام عليكم. بس هي مالحه مالح. انا جوا عايز الفسيخ بصراحه انا بحب الفسيخ. لو انت بتعمل عايزه كل دي. ايوه دي حلوه واخد من السلطه عليها بسم الله. ده كب كده مكاريلي كب مكاريلي اللي هم عاملينه كده بيبقى بالشكل ده وفي الصوص من فوق هوريه لكم دلوقتي لما يجي مقدوره. انا بحب ما بحبش الفسيخ بس طب الناتشو ازاي رايك فيها؟ ما ملهاش دعوه بالناتشو حاسه طري كده طري كنت شايف منك شويه بس كتجربه جديده مش لايقه. العيش مش لايق. العيش مش لايق. السلطه لوحده اوكي لكن العيش مش لايق مع احنا بنتكلم على الفكره كلها الناتشوز بالفسيخ مش لايقه على بعضه. بس اللي بعده انا بقى مش عارفه هو ده طعم الفسيخ ده حلو ولا لا يعني انا مش عارفه هو جامد ولا عادي. لا هو عادي ومالح. ماشي مش دلع يعني عشان انا بحب الفسيخ يا جماعه فعلا. ندوق البسارية يلا. بص البسارية اهي جاية على خص البسارية دي بقى جميلة. بصي بتتاكل بالرز يا جماعة بس انا اشيل الرز. حلو انا بحبها مالحة قوي هي كده بس مالحة قوي. يا لبناتي هات الرسات دي هنا بتدل بكله. هي بتتاكل بكل حاجه يا جماعه بس هي الرز بس يعني بتاكلوا الكيكي بتاعها والعظم كل حاجه الشوك قصدي ملحة ملحة. هي بتبقى كده جامده حلوه عجبتني. هو ده ايه؟ لو حطيناها كده معايا ولا ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده في كذا واحده. ايه بقى ده؟ طب اصبروا. طب وده ايه؟ ده كيس؟ ده كيس. طيب اللي بعد اللي بعد انا بحاول بس ان انا اجيب لكم ايه؟ هات لنا السندوتش ده. يلا نجيب الحاجات الغريبه الاول ولا ندوق الرنجه بال بتاع الاول؟ بس ندوق ما ده غريب وده غريب كله غريب. طيب ده رنجه بايتس اهو سعره 160 جنيه. الظاهر ان هم هنا 170 جنيه مش مجمع مش مرتبينها كويس يعني المكان اللي جابوها منها مش نظيف قوي مش عارف هم ما خلوهاش. طب يلا قلبنا ندوق وهم نازلين معاها صوص كده هندوق التجربه كلها على بعضها. دوقي يلا بسم الله. ده عيش من سوريا حلوه بس رنجه مالحه قوي بس حلوه السندوتش كده ده مش غريب قوي. دي مشروب الرنجه مالحه جدا بس حلو. السندوتش نفسه فيه ايه بقى؟ فيه رنجه مخليه وخص وصوص كده مش عارف الصوص ده صوص ايه. هدي نفسك تعرض لك طماطمايه ولا خيارايه ولا ايه. حلو حلو ده حلو مش عارف لايق مش لايق يعني لايق على بعض عادي. اللي بعد دي بقى سلطه الرنجه بالمانجا. بصوا فيها فلفل الوان وفيها خس كل حاجه بتتحط على الرنجه ومانجا. استنوا هي ما فيهاش مانجا هي شكلهم حاطين عليها عصير مانجا. عصير مانجا.
صوص، حاطين عليها صوص مانجا، لكن هي ما فيهاش مانجا. بصوا صوص المانجا هو على الشوكه اهو، لكن هي ما فيهاش قطع مانجا. فاهمين؟ هندوق بقى مع كل حاجه. عموما هي ماشيه كده في دور كتير. انا عايزه اخدها في كل حاجه، فاهمين؟ يلا بسم الله. طعم مانجا ولا انا البرد مسيطر عليا، ولا حاسها مش طعم مانجا ولا حاجه؟ في عصير مانجا حلو خالص. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ مانجا مالحة قوي، مش حلوه يا جماعه خالص. وعلى فكره غاليه دي، غاليه. هقول لكم سعر كل حاجه دلوقتي في اخر الفيديو، عشان انا مش عارفه الاسعار، مش عارفه اجيب التليفون التاني كده. اللي بعد يا جماعه هقول لكم على الاسعار اللي فاتت. انا قلعت الجلافز صغير. الرينجا بايتس 120 اللي احنا دقناها، اللي هي اللي بالعيش السوري، وده ب 160، والفسيخ ب 160، الناتشوز اللي هو ده الناتشوز ب 270، كتير قوي. سلطه طبق الرنج المانجا ب 150، ماشي؟ بس لسه السندوتش بقى، لسه هندوق السندوتش ده، قلت لكم ب 160. تمام، تعالوا ندوقوا. يلا هقسمه كده بالنص. شكل العيش كمان بايت او حاجه او ناشف، العيش بيفرمل. اخترنا البطارخ دي تكون بطارخ ناشفه، في طريه وفي ناشفه. يلا بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ قول منجون. بصوا يا جماعة، أنا عايز أعيش. العيش، العيش بإيه؟ ماشي؟ مفرول كده. البطارخ طعمها جامد وهي مقلية. طعمها جامد. مش خالص. بس مش لايقة مع إن العيش بقى بايت ومعرفش إيه. لا، القشرة اللي عليها دي مجللة. القشرة على البطارخ؟ بس هي حلوه وهي مقليه، يعني حبيت اعمل البطارخ نفسها وهو مقلي. لا ماليش دعوه بالقشره اللي بره. يا سلام، زعلت من التجربه، تصدقوا؟ وخلينا التجربه هتبقى جامده. بصوا يا جماعه، احنا جايبين طبق رنج عادي وطبق فسيخ عادي. هنقعد نتغدى بيه؟ عادي طبق الفسيخ العادي، وادي طبق الرنج العادي، وادي طبق الرنج العادي، طبق الفسيخ بتاع الاحلام تتغدى، وادي طبق الليمون، وادي طبق الليمون، وادي طبق الليمون، نقص الليمون، ونقرب بقى طبق الاسد. نسيت بقى من التجربه دي. طحينه، ماشي، وعندك حبيبي كمان نعمل ليمون اهو. ما جبناش بطارخ، مش لازم بقى بطارخ. والعيش، بص العيش، انت العيش، يلا حطينا ليمون. ياخد انا بقى حته فسيخ، وانا في الرنجه بتاعتي. بص الفسيخ مش مزبط كده زي الفسيخ اللي احنا، انا فكرت ان المكان بصراحه هيبقى اجمل حاجه في العالم. ما جربناش السلطه. علي صوتك بقى عشان انت جربناها السلطه دي. لسه ما جربناهاش. في سلطه ما جربناش، بس هي شكلها سلطه عاديه يعني. بالطحينه كده. استني دلوقتي الطحينه عشان الطحينه مهمه. مع البطل. هي دي الاكله الاصليه مع البطاطس. دي شيخ حادق، بس احلى من اللي كان في الناتشوز. ودي ورنجة، دي ورنجة حادقة قوي. رنجة مع طحينة مع فلفل مع بصل. خلينا في اللي اعرفه احسن من عبد السلام.
السلطه دي بالمره. بصوا شكلها ايه السلطه دي، مكاريل ب 130 جنيه. عايزه الطبق فيها خس، فيها فلفل، فيها فلفل الوان مشكل، فلفل الوان مشكل وخس والمكاريل والصوص اللي فوق. فاحنا هنفتحها كده. الاكله دي انا كلها في البيت. عندكم الصفحه في البيت كده معانا، تعالوا نركب سوا. ايه ده؟ في ايه؟ طب مش عايز تفتح؟ انا هفتح حاجه، انا خايفه تتدلق. شكرا. كوبايتين في بعض. لا الغطا اللي من فوق، بص بقى المفروض ان انت تحط الصوص ده كده، اللي احنا مش عارفين هو صوص ايه. نفضي الصوص كله اهو. انا مش عارفه انت هتكونوا سامعيننا كويس ولا لا، بس بجد بجد يعني الفيديو كان فيه مؤشرات ان احنا ما نعملوش، واحنا برضو عملناه. احنا صممنا نكون معاكم وتكونوا معانا. تقلبوا ادي عليها. احلام النهارده متهوره، انا مش عارفه احلام مالها. لا والله هو بيتقلب كده عشان تقلبي كل المكونات في بعضها. طب انا هاكل بقى كمان تخلص. ماشي. نحط بقى كده اهو. اما الصراحه يعني حاجة مش قادرة غير بقى. المهم هي ما اتقلبتش المكونات في بعضها، بس هات شطتك يا ربنا. خدي مكاريل وفلفل خاص، اخده من اي حته اهو خاص. شويه احلام كده. هو المكرونه ده ايه؟ رنجة يعني ولا ايه؟ ما جبتش اي حاجة، الزيت بتاعه ولا ده؟ مش حلوة. مش حلوة والله. والصوص ده غريب قوي، الصوص ده مسكر. لا يا جماعة من مش نلعب في الثوابت. الصوص ده مسكر يا جماعة مش حلو. نرجع لمرجوعنا تاني. يلا خلينا نرجع لمرجوعنا. نرجع للاساس والباقي اي كلام في الفنجان. يا رب تكونوا سامعيننا، انا هزعل قوي لو الفيديو ده الصوت فيه مش مظبوط. لا 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 هم سامعيننا. نحط بقى في كده كده كده. ناخد البصل كده. حلو قوي كده، حلو قوي. نتعشى والكلام جميل. جامد. بس المهم ان احنا ناكل ونقول لكم راينا بقى والتجربه كامله. روحوا انتوا بقى. بعد ما ناكل عايزين تقعدوا حديثكم يعني. كده كده اقعدوا بقى عشان نعيد. مش عارفه في البحر السوق ادي الفسيخ طماط ميه وخيارايه. دايت بقى. لا دايت ايه؟ طيب دايت بقى. بكرة عايز بالليل اكون عايشة عادي. بلاش يا لبنى. نفسي بالليل ده قوي. انا قلت بلاش اهو. بس هنكمل قوي. انا بقى لو تعبت بالليل بعد الشهر طبعا ان شاء الله مش هشتغل حاجه. هل هبقول لنفسي ان انا السبب اللي اعمل ايه؟ حلو جامد جامد. لحمته بقى، لحمته هنا.